السلام عليكم ورحمة الله. طبعاً اليوم يا إخوان مر 9 أيام على علاج كلب الماستيف التبتي، وهو من أغلى كلاب بالعالم. وقفنا عنه كل تقريباً وقفنا عنه كل أنواع الأدوية حالياً، لأنه الأدوية وراء بعض ما بصير. تقريباً تحسن 90%. الأورام اللي كانت في إيده تحت زي هاي خفت كثير، ولازم تخف وتضيب ويطلع عليها الشعر من هون لشهر. طبعا كان جسمه منتشر فيه مش بس جرب، فيه كمان تقرحات زائد التهابات زائد فطريات. بالنسبة للدهون يا أخوان والزيت المحروق واللي مش عارف ايش اللي بيحكوا عنه، هذا ما بينفع الا ينعطى، لازم دواء ابر بالاخص للفطريات. مش كل حالة بتشبه الثانية، كل حالة بتختلف عن الثانية. طبعا الكلب تحسن نصاحة، بس اعطيني اشوف الجلد هان. طبعا الكلب بيعمل هيك معاي، السبب اني انا عشان كنت ادك الابر واعطيه ابر، فالكلب بيعتقد اني انا كنت اذيه. فشو بعرفه شايفين لما اقرب عليه، لانه كنا نعطيه دواء الابر. لانه احنا لما نعطيه الابر بنكممه، كنا نعطيه الابر، فعشان هيك بعتقد اني انا بدي اعطيه الابر. يا اخي استنى يا اخي. تبتي طبعا هاي كلاب الماستيف التبتي من اغلى الكلاب زي ما قلت لكم، وطبعا صاحبه ما بده اياه، كانوا بدهم يعني يعطوه ابرة الرحمة، لانه حاولوا فترة طويلة يعالجوه علاج وما زبط. طبعا احنا اعطيناه حبوب ديدال لجلي المعدة والامعاء، وطعمناه وايفوميك وكورتيزون ومضادات حيوية ودهون للجرب وكل شيء. يعني جليناه جلي للكلب واعطيناه انواع كثيرة وفيتامينات. استنى شوي. منطقة الظهر منها صارت تحسنت الظهر، يعني ان شاء الله كمان من رايح اسبوع ونعطيه جرعات تنتين دواء وخلص. خايف الكلب خايف.